جتش الإمامة قوم احضنيها قبل الجهامة ضعن الرضا جاش رب الزعامة من قدوة تخذي سمعي من كلامة رفعي مكانة كرمي مقامة علي بره عز وكرامة شرف أبو حسين له احترامة من فاطمة النور نايل وسامة مراعي البر جمال أزهار وغدير الماي غدا كوثار العشوش أخضر وشجر أثمار ما عقدوا ما نس الحدار من الأنوار الفضى نوار وكل شمطوس تغير المخالف قام وحب أظهار إمامة وارث الأطهار جوش اللي وصب النبي من بني الزهرة علي مقام بالورى والشرف سرا لا تتركين بغربته ذل ساعة الجمرة من كيد كل شر احفظي واتبعي أمره يتربصي له العدو مكره وغدره يريد يغتال الطهر يقتل بشره تدرين في بلدة غرب نازل بصبره ممدوح في الذكر الحكيم عصمة العترة يوم القيامة به الفضيلة نور المطهر لنا وسيلة شافعنا بالحق يوم المهيلة ينقذنا من نار الله الجليلة وعد مركز في الجنة نجيلة وعند علمنا يرفرف نشيلة نادي عزنا وبدر القبيلة وياك خذنا عند العقيلة وياك خذنا عند العقيلة ياش اللي وصب النبي من بني الزهرة علي مقام بالورى والشرف سره لا تتركينا بغربته تنسى عالجمرة من كيد كل شر احفظي واتبعي امره يتربصي له العدو مكره وغدره يريد يغتال الطهر يقتل بشره تدرينا في بلدة غرب نازل مصبره ممدوح في الذكر الحكيم عصمة العترة يوم القيامة به الفضيلة نور المطهر لنا وسيلة شافعنا بالحق يوم المهيلة ينقذنا من نار الله الجليلة وعد مركز في الجنة نجيلة عنده علمنا يرفرف نشيلة النادي عزنا وبدر القبيلة وياك خذنا عند العقيلة عند العقيلة.